هنحل امتحان 2017 بتاع السي. فتعالوا نشوف اول سؤال، انه الاجابه هي الصح. ما ينفعش طبعا ايدنتيفاي يبدا بالرقم، ينفع ينتهي بالرقم، ما ينفعش اف، فهيكون الاجابه بي. انه الاجابه هي صح. الاليمنتس مش لازم تكون بنفس الداتا تايب، لا لازم طبعا. السايز لازم يكون معروف في كومبايل تايم ريجاردنج ذا ريدنج اوف سترينج. سكان اف وجيتس هما ينفع استخدمهم الاثنين. هنكون الاجابه دي اللي هي بي وسي. انا واحد من دول ان هو ولا لوجيكال ولا ريليشنال اوبريتور طبعا ده، وانا واحد فيهم هو الصح ك ايدنتيفاير. ينفع ابدا باندرسكور وينفع انتهي برقم، فهيكون اي. انا واحد فيهم هو الصح. الكاركتر ما ينفعش دبل سترينج، ينفع ما ادلوش انيشال فاليو. وهنا الكاركتر البوينتر واديله انيشال فاليو هيكون بي او سي. هنا انا عايز بوينتر يعمل بوينت لاوبجكت، فعملت unsigned int زد والبوينتر بتاعي اللي هو هو بوينتر، واديت له اللوكيشن بتاع الزد. هنا انا عايز اعمل display ل hr min second، فده print f hr بس في كوما هنا فما ينفعش. print f ومش مديله value. print f print f print f جنب بعض مظبوطين، فهو ده. هنا انا عايز اليوزر يدخل two integer values، فهنا مينفعش عشان مفيش الساين الساين value، نفس الكلام مفيش. وهنا مفيش دبل كوت، فهتكون الاجابة دي ال i for integer عادي وبدخلها في ال a و b. هنا انا عايز اليوزر يدخل دبل value، فنشوف هنا مش عامل assigning فننطير دول. هنا ال f for float وال l f for double، فهيكون الإجابة دي. عايز evaluate x بيساوي a على b زائد c modulus d. ال c عندي باربعة وال d بخمسة، أربعة مود خمسة باربعة، وال a على b الاثنين integer فخمسة على أربعة فيها الواحد، فواحد زائد أربعة بتساوي خمسة، والtype بتاع ال x float فهيكون ده. عشان أعمل string بيحتفظ لي بالتن سيمبلز، الكار ده 9 9 سيمبلز، والكار ده مفيش مش مديله حاجه اساسا. طبعا هستبعد دي، هنا مفيش تايب اسمه سترينج، فهيكون الاجابه اف. عشان اعمل اري فيها 10 كاركترز، في كار 9 هنا 9 كاركترز، عملت بوينتر حطيت فيه 10 كاركترز، عملت بوينتر حطيت فيه 9 كاركترز، فهيكون الاجابه بي. النيم يقدر يسجل لي 20 وحطيت فيه علي عامر، فعايز اعمل ديسبلاي للثيرد اليمنت، ده سكان وده سكان وده سكان وده سكان، فطبعا هيكون اف. الواي انتجر، فانا انهو واحده يديني هما الاثنين يكونوا نفس الفاليوز. بما ان انها انتجر في اي رقم ناقص ده هو هيعمل ده الاول، ومش فارقه يحطه فين، فهيكون فور اول فاليوز اوف واي. الفولوينج في السي ستيتمنت هيعمل ديسبلاي للانفورميشن. هنا الدبل كوت محطوطة بعد الكاما، وده سكان اف، وده مفيش دبل كوت، وده مفيش دبل كوت، فهيكون الإجابة اف. أنا statement اللي بعمل initialize the value variable a to character 7، فكار a بيساوي 7 هو خد هنا الرقم 7 فمينفعش، ما اعتبرتش ان 7 دي character، وطبعا ده دبل كوت، وعملت pointer حطيت فيه character 7، فهي دي الإجابة. أنا statement اللي عايز أحط الـ A والـ B في الـ difference، طبعا كل دول غلط عشان ما ينفعش أعمل A زائد B بيساوي حاجة. وهنا مديني values 3 9 18، وعايز Z بيساوي A زائد B modulus C ناقص A minus minus، فالـ B modulus C هما اللي هيتعاملوا الأول، فده هيساوي 9. بعد كده A زائد 9 ناقص A minus minus، بعدين كده همشي من الشمال لليمين، هيبقى ال A عندي 3، 3 زائد 9 12، 12 ناقص 3 ب 9 تاني، بعد كده هيطرح واحد من ال A. ال Z 1 هل ال B بتساوي الواحد فده 0، وال C أصغر من أو تساوي 9 وده true، فال Z 1 بيساوي 1. ال Z 2 ال A زائد ال C هيدي رقم طبعا أكبر من 0 not، فهيكون ده 0. وهل ال A ما بتساويش ال B؟ ده true not 0 0 0 0 فهتكون 1 0. وهنا ال A زائد ال B أكبر من D، ال A وال B ب 9
تسعة أكبر من تسعة فده زيرو فولس، عكسه ترو فأدي 1 فالزد 1 ب 1. الزد 2 الـ A ما بتساويش الواحد أدي ترو، and هل الـ D أكبر من أو تساوي 9؟ ده ترو 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 ترو، يبقى 1 1. عايز أزود الـ N بـ 2، طبعا الـ N بلس يساوي 2 والـ N بتساوي N بلس 2 وده N بلس 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 N، فهيكون الإجابة E. بعد ما اعمل الاوبريشن دي البي هتساوي كام؟ 4 زائد 3 7 7 ناقص 5 2 2 في 7 ب 14 14 مود 3 ب 2. مديني اي بي وسي انتجرز، الاي ب 10 والبي وسي ب 5، الدي بتساوي بي زائد سي بتساوي بلس بلس اي. فهنعمل اوبريشنز الاول، البي بلس سي ب 10، هل ال 10 بتساوي، بس هنا شايفين بلس بلس معموله الاول، فهنا هتساوي اي ب 11. وهل 10 بتساوي 11؟ لا، يبقى الدي ب 0 والاي ب 11. الواي بوينتس تو اكس، يبقى انه ستيتمنت اللي بتعبر لي عن زي هي بالظبط بلس بلس اكس. بلس بلس واي ما ينفعش عشان ده بوينتر، وهنا اللوكيشن بتاع الاكس بزود عليه 1 ما ينفعش، هنا البوينتر بزود عليه 1. عشان احتفظ ب 100 لوكيشن في فلوت اري فبكتب بي اوف 100. ممكن هي قصدها دبل بي بتساوي كذا، بس تقريبا يعني بي اوف 100 وخلاص. عشان احتفظ باربع اماكن في الاري اي على اساس ان كل element يحتفظ باثنين، فده طبعا ما ينفعش عشان هنا في خامس element هو اللي بحط فيه اثنين، وهنا الرابع element هو اللي بحط فيه اثنين. هنا عملت ايه وما حددتلهاش سايز، بس اديتلها الفاليوز بتاعتها 2 2 2 2، فما فيش غير الاجابه دي. هنا عندي 2 integer arrays، البي ب 50 element والكيو ب 100 element، فعشان انقل خامس element في البي احطه في الكيو في اخر element في الكيو. هنا Q of 100 مينفعش، أنا كده عديت. هنا Q of 99 بتساوي ال B of 4، يبقى دي صح. وهنا بحتبر ال location زائد 99، يبقى دي كمان صح. نفس السؤال بالظبط، ده P of 5 عديت، وده Q of 100 عديت، وده هنا بزود 100 عديت، فهتكون الإجابة F. هنا أنت بتساوي X بتساوي 20 وال B بتساوي 2. لو ال B ما بتساويش الزيرو True، بس في هنا سيمي كولوم، فالاف اصلا ما اعتبرهاش، ما ادتلهاش اي ستيتمنت جواها، يعني الستيتمنت دي هتتعمل كده كده اساسي، اكس بتساوي اكس على البي، يعني هتتعمل والفاليو بتاعت الاكس هتساوي 10. وهنا انت دي بتساوي 11، انت والصم بتساوي 0، طول ما دي ما بتساويش ال 10 يبقى زود على الصم، بعد كده زود على دي 1، فدي بدات ب 11 بس هنا مفيش سيمي كولوم، فهيقول لي كومبايلر ايرور. يقول لي assume ان الاي والريزلت بتساوي 1 والاكس بتساوي 2، طول ما الاي اصغر منه او تساوي 5 يبقى الريزلت هضربها في الاكس وبعد كده ازود على الاي 1، ف 1 في 2 في 3 في 4 مضروب ال 5 ب 32. هنا انا عايز اليوزر يدخل رقم والبرنامج يفضل يطلب منه رقم لحد ما اليوزر يدخل رقم ما بين ال 0 وال 50، فنشوف اول واحده هو عامل دو. نشوف الاول الكونديشنز عشان نسال على نفسنا، طول ما ال n اصغر من او تساوي 0 هيفضل شغال، او ال n اكبر من 50 هو عايز اصغر من او تساوي 50 فده ما ينفعش، وده اصغر من او تساوي 50 وال n اكبر من 0 بس انا عايزه يطلع من اللوب لما يعمل كده، فده برضه ما ينفعش. هنا 4 معنى انا كتبت المنظر ده يعني infinite loop، هياخد سكان وبعد كده بقول له لو ال n اصغر من او تساوي 0 فبرضه ده ينفعنيش، وحتى لو الكونديشن ده كان صح كلمه continue هتخليني جوه اللوب، المفروض اكتب break، فهتكون الاجابه f. هنا x بتساوي 12 وال y بتساوي 9، لو ال x اصغر من 10 الكونديشن ده ما اتحققش، فكل ده ما اتحققش، ده بعد ده فده ما اتحققش، وده بعد ده وال else جواها، فتبقى دي بس، فهيعمل run ويطبع ده. هنا دخلت جوه الفور، الرو بتساوي 3 وجواها فور تانية كولم، بطرح من الرو بزود على الكولم، وهنا بقول print f اتبع الكاركتر، لو الكونديشن بتاع الرو modulus 2 true يبقى اتبع لي ده، لو false اتبع لي ده، وبعد كده البرنت دي بره الفور دي وبره الفور دي، فطبعا هنستبعد الاجابه A و B عشان دي ما
مفيش نيو لاين فيهم. وبعد كده هنبدأ الروب 3 3 موديل سنين بتشوف فهيعمل ده الأول. تعقب الإجابة C. هنا الـ int بتساوي 5 والـ b بتساوي 7، هنا زود على الـ a الـ b وبعد كده ضرب هنا في النيجاتيف، وبعد كده زود الـ b a وبعد كده جمع النيجاتيف الـ b، فهنا ده يعتبر سواب. فالـ a هتساوي 7 والـ b بتساوي 5. الكاونتر بدأ بـ 0 والـ x بتساوي 0، وبزود على الـ x الكاونتر زائد 3 طول ما الكاونتر ما بتساويش الصفر. بس هنا الكاونتر بيساوي صفر. فده هيتعمل كام مرة؟ هيبدأ بدأ بالدو فهيعمل ده مرة واحدة بس، هيبقى once. n بتساوي 1، طول ما ال n أصغر من 5 بزود على ال y بخليها بتساوي n plus plus. عايز أطبع ال y يبقى طبعا هيطبع values من 1 ل 4. طب لو أنا عايز أطبع ال n هيطبع values من 1 ل 5. عشان هنا بعد عملت n plus plus فجمع عليها 1 بعد كده طبعا. هنا أنه بروجرام فيه ايرور. انت سم وعامل انت وريزلت بس ما فيش ريتيرن، ويستحسن يكون في ريتيرن. وهنا فويد ومستخدم فلوت اي، هي فلوت اي نفس الفاريبل معرفه مرتين ما ينفعش. وهنا معرف فانكشن جوه فانكشن ما ينفعش. وهنا فويد ماكس وعامل لها ريتيرن، فهتكون الاجابه اف اي كله غلط. هنا اول واحده include، هل انا هستخدم اس ستاندرد انبوت اوتبوت ولا هستخدم string؟ هنا انا مستخدم في الاخر strlen فطبعا هستخدم string. وبعد كده انا عايز define two strings str و str2. ال str1 هحط فيها computer وال str2 هحط فيها science. فطبعا string و string مينفعش، هيبقى معايا car و car. هنا car الكاركتر دي تنفع بالطريقه دي، وهنا الكاركتر، وهنا هحط سيمي كولوم فده ما ينفعش. فالاجابه بي. في السطر الثالث عايز اعمل ستور ل 100 كاركترز. سترينج طبعا ما ينفعش، والكار هنا انا مش محدد السايز، فانا من رايي ان ده تنفع وده تنفع. عشان اعمل ديكلير لفاريبل زد واحط فيه الفاليو 0، هنا انت زد وعامل كوما ما ينفعش. انت زد بتساوي 0، بس الزيرو هنا معتبره كاركتر فهياخد فاليو تانية خالص غير رقم 0، فده برضه مينفعش. الكار زد هحط فيه الكاركتر زد فده برضه مينفعش. انت زد بتساوي 0، انا هنا ما تطلعش فاليو عشان تبتدي بيها. هنا بتساوي ده ريليشن فده برضه مينفعش، فهتكون الاجابة F. بعد ما البروجرام يتعمل هنا انا بعمل الزد بتساوي strlen زائد strlen، فهجمع حروف الكمبيوتر اللي هو هتساوي 8 وحروف الساينس اللي هو هتساوي 7 فهتكون هتساوي 15. عشان ببدل ما بين الحرفين اللي هو str1 و str2 اخلي الساينس موجوده هنا والكمبيوتر موجوده هنا، فانه ستيتمنت هي الصح. هنا ما ينفعش اعمل السترنج اري بتساوي سترنج اري كده على طول. الاستر كوبي بتبدا بالديستنيشن بعد كده السورس. الديستنيشن بتاعتي مش str1 هيتم عندي فاضي فده برضه ما ينفعش. هنا البروجرام ده هيعمل ايه؟ عادي كومبايل سكسسفلي ما فيهوش اي غلطه. لما الاكس تكون ب 10 والان ب 1 ما فيش هنا بريك، فلما ادخل له 1 هيزود على الاكس وبعد كده يطرح من الاكس، فالاكس هتساوي 10 عادي. لما الاكس تكون ب 10 والان ب 2 هيطرح منها 1 فهتكون ب 9 بعد كده بريك. لما تكون بتلاتة فهتساوي 100. هنا البرنامج ده غريب شوية، هو عايز يطبع الأرقام اللي بتتقسم على تلاتة لما من الفاليوز من 1 ل 10. فبدأت بواحد، الكونديشن بتاعي منطقي إن أنا عايز أمشي من 1 لل 10 فهتكون إن أصغر من أو تساوي 10. وبعد كده بيقول لي ممكن أكتب إيه كمان بدل ده. طبعا ما ينفعش الأند عشان الكونديشن مش هيطبقوا مع بعض فهيطلع من اول مره. هنا الانت بتساوي 1 فاي كونديشن هجربه من دول هيطلع من اول مره. طب هنا في الاور ما هو مفيش مش فارق معايا ان انا اعمل اور، انا ممكن اكملها بالاور بس زيها زي هنا فهتكون دي اف ودي اف. بس هنا انا عايز اطبع الارقام display the required values that are stored using the variable n.
فالمفروض يكون فيها هنا اف بس هي مش مكتوبه، فيا اما الاجابه ان اصغر منها او تساوي 10 عشان اعدي على كله واشوف لو هو بيتقسم على 3 هطبعه، او الاجابه اف. وهنا عشان اطبع طبعا هكتب جي، اي واحده من دول مش هتنفع، وعشان ازود وحايد ينفع اي حاجه من دول، فكل اجابه اي. وهنا هطرح فطبعا الاجابه اف، الاجابه دي اسف. وهنا في اخر برنامج انا عايز اطبع اللي بيحسب السكوير بتاع البوزيت نمبرز اللي اقل من 10 واحطها في الاري زد. فاول حاجه انا محتاجها ايه؟ هل انا محتاج ستاندرد انبوت اوتبوت؟ انا مش هعمل برنت اف ولا سكان اف، بس انا مستخدم اري، فممكن اعرفها او ما اعرفهاش، فهيكون كده عشان هنا في سيمي كولوم والاري اللي بتعرف فور تبقى سيمي كولوم. وهنا في جوه الفور انا عايز الارقام اللي اقل من 10، فطبعا استبعد دي اللي ما ينفعش اي اكبر من او تساوي 0. وهنا الاي بتساوي 10 طول ما الاي اكبر من الزيرو ما ينفعش ان هو قال لي less than 10، فهتكون الاجابه بي. هنا في رقم 4 انا عايز اعمل ريتيرن للدبل، هو قال لي math.h ما ينفعش مش محطوطه، فطبعا الفانكشن دي مش هتنفع لي والريتيرن 0، يبقى كده الفانكشن مالهاش اي 30 لازمه، مفيش حاجه البي اس 2 دي مش بي اس 2 ده كده بتوايس، وطبعا مش بي او سي، فهتكون الاجابه اف. طب بدلها ايه؟ سكوير روت مش هينفع، ريتيرن 0 مش هينفع، بي او سي مش هتنفع، تبقى بي في بي. وهنا في رقم 3 انا هعمل ايه؟ عايز اعمل ستور للاري. هنا انا قدامي الاختلاف بين ده الاستدعاء الفانكشن، فطبعا هستبعد ده وهستبعد ده عشان ده سكوير بي، البي متعرفه هنا مش متعرفه هنا. هنا زد اي بلس بلس ولا زد اوف اي؟ هنا لو انا استخدمت زد اوف اي فالاي مش هتتغير معايا، فهيفضل يعمل ستور في نفس المكان كل مره، لكن انا عايز اسجل كل الفاليوز، فهتكون زد اي بلس بلس الاي بادئه بزيرو وبعد كده هيفضل يزود واحد كل مره. اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا.